الحمد لله، الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا قائدنا ومرشدنا أكملنا وأجملنا وأحسننا وأشرفنا وأزهدنا وأعظمنا ومن هو أعظم الكائنات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضى اللهم علي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فحمزة أسد الله فأسد رسوله وعلى صاحب الإيمان والإيقان أمير المؤمنين أمير معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون
دون قرنه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.